القوافي مع عبد المجيد الطهصاني. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا السمع معنا على الهواء. شاعر جدا جميل ورائع وشاعر دعمني في بداياتي والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود له، الشاعر الجميل ضياء خوجه أبو بدر. مساك الله بخير عمي أبو بدر. يسعد مساك حبيبي والفضل الله حبيبي، أنت إنسان مجتهد والله ودائما مواكب كل ما يسجل على الساحة الفنية، فهذا الشيء يرجع لك ولإجتهادك، وإن شاء الله دائما موفق حبيبي. الله يطول عمرك عمي أبو بدر. في 16 ديسمبر 2015 أنا تشرفت باستضافتك في برنامج القوافي، كان يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وأنت خصيتنا بهذا التصريح، كان أول مرة يظهر بوسائل الإعلام أنه عندك عمل مع أبو نورة اللي هو إنشودة يا مكة، تمام، لحن الأمير سعود بن عبد المجيد وأداء محمد عبده. حدثنا ليش طول العمل هذا حتى يظهر، يعني كان المفروض هو يظهر في رمضان. صحيح والله. شوف، هو أنا يعني خليني أذكر لك بداية العمل كيف. تفضل. العمل أول ما كتبته كان ترى على فكرة يمكن مع 2005 كان ميلادي، كان في وقت اختيار مدينة مكة المكرمة كعاصمة للثقافة الإسلامية في ذاك التاريخ، وكان جميل. أول سبحان الله أول من اطلع على النص كان الفنان محمد عبده، فكان في ذيك الفترة مشغول بأعماله التجارية كثير، شاف النص عجبه، بس أنا ما حبيت إنه أقول له يعني إنه يعني إنه تحب تغني ولا، لكن هو عجبه، أعجب بالنص. سبحان الله راحت جات الأيام ألين يعني تعرفت على الأمير سعود بن عبد المجيد ووجه له التحية، فإنه قال لي أرسل لي، قلت له عندي نص عن مكة وهذا، قال لي أرسل لي هو على الواتساب وخليني أشوفه. فوجئت والله إنه في خلال يمكن هذا الكلام لما أرسلته للأمير سعود يمكن قبل سنتين من الآن. جميل. فعشان أنت بتسأل ليش أتأخر العمل، فالمهم الأمير سعود طبعا ما طول في الموضوع، يمكن في خلال 10 أيام فاجأني بأنه سمعني اللحن وهذا، وكان قال لي ذيك الأيام يعني شوف أسمع اللحن أنت وشوف مين يغني، يا فنان العرب محمد عبد ولا فنان عبد المجيد عبد الله. أنا طبعا شفت في كلهم عينين في رأس وأصدقائي سواء الفنان عبد المجيد عبد الله والفنان محمد، فقلت له الفنان محمد عبد، أنا لاحظ يعني إنه مناسب كثير الموضوع. اللي صار إنه الفنان محمد عبد كان في أعمال دينية زي ما تفضلت، وكان موعده إنه ينزل في رمضان، إنه توقيته كان في رمضان، فكان عنده أعمال دينية بتنزل في شهر رمضان، فما حب يكون عنده أكثر من عمل ينزل في وقت واحد الفنان محمد عبد. فشاءت الظروف والأقدار إنه يعني قبل شهر الحج بأيام، أوكي، وحتى كان المفروض على فكرة التوقيت إنه ينزل مع الحج يعني بس برضه تأخر الظروف الفنان محمد عبده، لأنه كان جاهز تقريبا تنفيذ موسيقيا العمل وكل شيء، لكن الفنان محمد عبده موسم صيف وكان عنده حفلات كثير، فكان يستحالة إنه يجد وقت حتى لو 3 ساعات أو 4 ساعات إنه يدخل الاستديو ويركب صوته. فاللي صار إنه بعد ما عدى موسم الحج فركب صوته، وأظن كان في لندن الفنان محمد عبده، أترسل له العمل سيشنز هناك عن طريق الإيميل في الاستديو في لندن، ركب صوته ورجع العمل. وحتى الأمير سعود كان بيستشير إنه نأخره لموسم رمضان القادم، فأنا قلت له لا، جاية مناسبتين يعني مناسبة جميلة ومناسبة اللي هي اليوم الوطني، فقلت له أنسب توقيت إنه ينزل في اليوم الوطني، وهذا ما صار إنه نزل في اليوم الوطني، والحمد لله للآن بشوى الضاء جميلة جدا على العمل. يعني والله أنا تفاجأت بحجم الإعجاب اللي صار للعمل، هذه قصة العمل باختصار يعني. لا العمل جميل، أنا سمعته جدا جميل ورائع، وأنا لما سمعت العمل صراحة عشت أجواء مكة، يعني حتى لما أنا أكون مثلا بالرياض أو في أي مدينة من مدن العالم لما أسمع العمل هذا وأتخيل أجواء مكة، فعمل جدا جميل ورائع، ويكفي أنه بصوت أبو نورة. لكن أنا كنت بسألك سؤال، اللحن طبعا معلش اعذرني أنا ما أفهم بالموسيقى كثير، بس اللحن كذا كوبليه فيه، أنا توقعت أن أبو نورة جلس مع الملحن وحب يفهم الفكرة، بس ممكن ما شاء الله أبو نورة عنده خبرة بمجال الموسيقى بشكل كبير، يعني واضح أنه الأمير سعود عنده خبرة موسيقية، أنا اللي فهمت منك أنه هو لسه شاب. أيوه، الأمير سعود لسه في الثلاثينات، يعطيه العمره طويل والصحة، لكن ما شاء الله عليه أنه عنده ترى سميع جدا، يعني سميع خطير على فكرة والله العظيم، فإنه عنده متشبع بالألوان التراثية في للمملكة ككل، والمملكة ما شاء الله تزهر بألوان تراثية وفلكلور متنوع جدا، أوكي، فهو العمل كان عن مكة، قال لازم طالما هو العمل مكي لازم أنا أستعين سواء ببعض الجمل اللي هي
يعني تواكب ما يقال في مكة من أعمال تراثية، وبالإضافة إلى الإيقاعات. يعني شوف لو تلاحظ الإيقاعات في مطلع الأغنية، الإيقاع الدانة ترى من زمن طويل ما حد من الفنانين تطرق له، وكان من الأغاني التراثية القديمة في مكة. فقال طالما العمل بيحكي عن مكة لازم أنا بدخل المستمع، وهذه رؤية والله يعني جميلة جدا منه. حتى الموسيقيين بالمناسبة اللي كانوا اللي هم موسيقيين العازفين مع الأستاذ محمد عبد المنعم، الأستاذ عبد الرحمن بحمدين، محمد بصفر، مدني عبادي مع حفظ الألقاب، لما سمعوا اللحن كانوا يعني بصراحة معجبين جدا بأنه تكون فكرة إنه دخول العمل يكون في إيقاع الدانة. اللي بيسمع العمل الآن يفكروا كأنه عمل من 50 سنة الجمل أو الإيقاع فيه. هذا ما يميزه. وانتقل بعدها للكوبليه الأول إلى الإيقاع الرومبا، وبعدين في الأخير إلى الخبيتي. فنوع فيه، هو التنويع في اللحن لأنه القصيدة طويلة عند 15 بيت، فكل مقطع عبارة عن 5 أبيات، فلازم طبعا اللي بيلحن لازم يكون مختلف لأنه القصيدة طويلة، وهي تعتبر ترى من أطول قصائد الغنائية اللي كتبتها في حياتي. يعني أنا دائما أكتب 6 أبيات أو 8 أبيات أو 9 أبيات، هذه الوحيدة في القصائد اللي 15 بيت. لا، لأن الموضوع صراحة مهم جدا، أن نتكلم عن مكة فست أبيات ما يكفيها صراحة. صحيح. لا ودخلنا جو، لكن أنا صراحة لما سمعت زي ما قلت لك اللحن أنا انصدمت، لأني أنت من كلامك على الأمير سعود أنه تو لسه شاب الله يعطي الصحة والعافية، فأعطاني إحساس أن اللحن أكبر من سنه كثير، يعني ما شاء الله تبارك الله عليه، فنوجه له تحية. أي والله وجه له تحية. شوف من الآراء اللي جات، لأنه العمل أول ما تم تدشينه ونزل على اليوتيوب أنا كنت في إجازة في تونس، فكنت قابلت فنانين تونسيين منهم الفنان لطفي بوشناق والفنان آمنة فاخر والفنانة منيرة حمدي والفنانة عفيفة العويني، 4 فنانين تونسيين. والله لما سمعوا العمل كانت رأيهم إنه العمل يعني فيه جمل خطيرة، يعني مش جمل متداولة، يعني من الحاجة اللي معتادين يسمعوها. يعني اللحن يقول حق فنانين، مش لحن بسيط، اللحن اللي تعمل فيه فكرة، يعني عارف كيف. فهذا شيء جميل والله اللي أسعدني. طبعا اللي توج الموضوع ده كله هذا الفنان محمد عبده، لا ننكر كذا، يعني لا ننكر. لا ننكر بعد، ترى في ميزة أنت يمكن ما لاحظتها يا أبو بدر أيضا، ميزة العمل أن الكلمات بسيطة. أنت لما ذكرت مثلا تونس، لما يجيك أخ لنا من تونس أو من المغرب أو من مصر يسمع للعمل هذا، الكلمات مفهومة، يعني ما في كلمات معقدة، يعني ما في كلمات محلية، لهجة بيضة. اي أيوة والله صح. هو طبعا تم مراعاه فيه انه لو انا بكتب النص انه تكون في اللهجه البيضاء، انه على اساس انه يحفظها، زي ما تفضلت، لانه احيانا اخواننا في تونس احيانا تكون بعض المفردات المحليه السعوديه تكون صعبه في فهمها وينقطع عندهم التركيز. لكن لاحظت ما شاء الله عليهم، يعني ما في احد منهم من الـ4 فنانين اللي ذكرتهم يجي يقول لي مثلا الكلمه دي ايش معناها، فمعناته ما شاء الله وصلهم يعني الكلام، وصلهم معنى الكلام. هذا شيء يعني الحمد لله، يعني والله يثلج الصدر، ويعني أنا مبسوط فيه كثير. يعني وأنا اللي مبسوط منه أول ما سمعت العمل هذا، عسى الله يعطيك الصحة والعافية ويعطي طبعا أبو نورة والجميع إن شاء الله، أنه هالعمل هذا راح يعيش سنوات طويلة، لأنه فعلا موضوع جدا جميل ورائع وله أجواء الحلوة. أكيد. وأنا بالنسبة لي أستاذ مجد، يعني أنا يمكن يعني لي 22 سنة وأنا أكتب في القصائد الغنائية، أنا العمل ده والله أعتبره من أهم محطات حياتي لشيئين. أول شيء إنه عن أهم مدينة مقدسة تهم الإسلام والمسلمين حول العالم، تهم ملايين المسلمين، من مئات الملايين من المسلمين، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني إنه جمعني بقمة الفنان محمد عبده والفنان سعود بن الملحن الأمير سعود بن عبد المجيد. هذا الشيء بصراحة والله شيء يعني أنا أعتبره من أهم المحطات اللي عدت في حياتي في كتابة الشعر والغناء. وانت تستاهل كل خير يا ابو بدر صراحه، انا جدا مبسوط. طبعا يمكن انا شهدت فيك مجروح ابو بدر، لاني عرفتك عن قرب وتعرفت عليك عن قرب، فانا شهدت فيك مجروحه، لكن معلش ابو بدر اسمح لي احرجك على الهواء يعني، واطلب منك طلب بسيط. انت بما انك كتبت عن مكه المكرمه، عاد نبغاك تكملها تكتبنا عمل على المدينه، يعني مع يعني عاد خذ وقتك، وعاد طبعا ونبي ندخل الامير سعود بالموضوع هذا، يعني عاد اسمع. والله يا شيخ انا اقول لك، شوف سبحان الله اللي شاءت الاقدار في نفس يعني في نفس التوقيت اللي بينزل فيه عمل مكه، انا كنت كتبت برضو عمل عنوانه يا قدس انا، وغنته الفنانه التونسيه
منير عفيف العويني. اي نعم. ولحنوا سامي الخليفه وموجود على اليوتيوب اللي حب يسمعه اسمه يا قدسنا. فالامير لما كان بنتكلم عن العمل مكي قال لي يا اخي حظك وجزاك الله خير، انت بتكتب عن مدينتين مقدستين، كتبت عن القدس والان مكه، قال باقي المدينه يعني نفس الكلام. باذن الله ان شاء الله، والله الموضوع في بالي دائما، قام كتبت انا عن المدن دي سواء القدس او مكه، فباقي طبعا المدينه، واهل المدينه كثير من اللي متابعين يعني على الواتساب وفي الجروبات او شيء طلبوا مني شيء، باذن الله ان شاء الله اكتبه. المدينه لازم طبعا يكون لها نص من نصوص باذن الله مستقبلا. وحنا منتظرين لك يا عمو بدر، وانا شاكر لك هذه المداخله وشاكر لك، وانا فعلا يعني لما قلتها انت من الناس اللي دعموني في بداياتي، وانا شاكر لك ومقدر لك يا عمو بدر، وانا دائما متابع كل جديد لك. الله يطول بعمرك. الله يسعدك. وشوف هذا الشيء يحسب لك والله يا عبد المجيد، انه ايش انت اول الاذاعات ترى اللي تكون طلبوني اذاعات ثانيه في المداخله، بس والله كان الانشغالي ما مداني، لكن انتم كانت اول اذاعه انها بتكون لها يعني السبق في انها تاخذ تفاصيل العمل عن مكه يعني، فهذا شيء يرجع لك ولنشاطك ولاهتمامك ومتابعتك للساحه. ونتشرف احنا، بس تعرف انه جاء اليوم الوطن، احنا كنا نبغى ناخذها قبل اليوم الوطني، بس جاء اليوم الوطني بالنص وكذا فما قدرنا ناخذها، لكن فحبينا بعد اليوم الوطني يكون لك مساحة أكبر، ويكون تعرف اليوم الوطني تكون الأعمال كثيرة، فما يكون التركيز على عمل واحد، فيكون التركيز على عدة أعمال، فحبينا تكون بهالتوقيت هذا، وأنا شاكر لك قبول دعوة. وأنا أتمنى وإحنا على الهواء إنه أتمنى العمل ده يعني من القائمين على ألف ألف إم في الإدارة، إنه يوم الجمعة دام بتذيعوا أغاني دينية قبل صلاة الجمعة، أتمنى العمل ده يكون من ضمن الأغاني الدينية اللي تذيعوها قبل صلاة الجمعة كل جمعة إن شاء الله. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، وأنت تستاهل الخير، وأنا شاكر لك. إحنا طبعًا مخرجنا علي نجم يقول تم عاد بالكنترول. شكرا والله، شكرا جزيلا، هذا شيء والله انا اقدر لكم كثير وعاجز عن شكركم فيه، وانا دائما تعرف انا اعتبر نفسي منكم وفيكم يعني دائما تحت امركم. الله اكيد أسليكم. اكيد احنا ما نستغني عنك يا عمو بودر، وانا كلمه دائما اقولها لجميع الشعراء والفنانين، اقول احنا يعني عملنا قائم على انتاجكم الفكري الجميل، لولا الله ثم انتاجكم الفكري الجميل كان قاعدنا ببيوتنا، فاحنا بناكل عيش من وراء انتاجكم الفكري الجميل. وانتم في نفس الوقت والله كمان دوركم مهم في انه تعرفوا الجمهور باعمالنا الجديده، دوركم برضه شيء مهم جدا بالنسبه لنا والله. الله ان شاء الله يوفقكم دائما كذا. الله يطول عمرك، وحنا نتشرف فيك يا عمو بدر. الله يسلمك، شكرا على الاستضافه، الله يخليك ويسلمك. العفو والشرف لي، الله يطول لي عمرك. كان معنا الشاعر الجميل ضياء خوجه، كاتب قصيده يا مكه، كلمات شاعرنا ضياء خوجه، الحان سمو الامير سعود بن عبد المجيد، أداء فنان العرب محمد عبدو. خلونا نسمع يا مكة مع بعض بأداء فنان العرب محمد عبدو، خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل انضموا إلينا على السمع. طبعا قبل الفاصل سمعنا أنشودة يا مكة أداء فنان العرب محمد عبدو، وكلمات الشاعر الغنائي المعروف ضياء خوجه. العم أبو بدر طبعا نشكره على مداخلة، كان قبل الفاصل أيضا هو معانا بمداخلة، فنشكره على هذه المداخلة، وهو أول طبعا هذه أول مداخلة في الإذاعات، فكل الشكر والتقدير للعم أبو بدر، شاعرنا ضياء خوجه، وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد. اللي حاب يتواصل معنا اتصال الرقم 011-217-85-85 أو على الرقم 012-61-61-100. نقول ألو، نقول ألو يا غالي. ألو سنور، أنا عبد المجيد. هلا فهيدة، فهيدة من حايل، حايل بعد حي، تفضلي يا فهيدة. الله يحييك ويبقيك يا أخي ويسعدك ربي. والله يعني استمعنا داخلة الضيف يعني وهذه يعني الانشودة الجميلة اللي بمكة يعني مرة رائعة، والأول مرة نسمع صراحة. الله يطول عمرك، وراح تسمعين إن شاء الله باستمرار بإذن الله تعالى. ربي يسعدك، وانت موفق يا أخي باختيارك ومبدع دائما مميز، تجيب لنا الشيء الجديد، الله يسعدك ويوفقك. الله يطول بعمرك، هذا واجبي وشاكر لك، هذه شهادة أعتز فيها، الله يطول عمرك. تحياتي لك والأخ علي نجي. شكرا لك يا فهيدة. ناخذ اتصال بعد، نقول ألو، نقول ألو يا غالي. طيب نقرأ التغريدات. طبعا أبو حمد الأبقاش يمسي بالخير، يقول شكرا على هذا العمل الرائع.
بدر البدور تقول أنا على السمع معكم وشكرا لضيفكم المميزين، شكرا لك. وأيضا الأخت مشاعل تقول شكرا على استضافتي يا خوجة وعمل جدا جميل رائع. شكرا لك يا مشاعل. وأيضا تذكار تقول يعني تشكر على عمل أبو نورة المتميز اللي هو يا مكة. ربي يسعدك. أبو حمد الأبقش يقول طبعا احنا دائما على السمع، يقول يا ليت نسمع انشودة يا مكة باستمرار. أبشر يا أخوي أبو حمد. طبعا الآن راح نطلع فاصل سريع وراح نسمع مع بعض راشد الماجد تمر أيام. طبعا هذا العمل الجميل والرائع ما أخذ حقه في الانتشار، ظهر في أواخر 2006. كلمات شاعر الإمارات الأول أنور مشاري وألحان أحمد الهرمي. طبعا اللي دقق بالأداء دقق بس بأداء راشد الماجد لما قال تضيق بصدري الأنفاس إذا غبتي وغاب الضي وحس أني وسط هالناس مثل طفل يدور شيء. قالها بأسلوب جدا جميل ورائع راشد الماجد. وبعد بإذن الله تعالى نرجع لمداخلاتكم ومشاركاتكم. خلونا نسمع مع بعض راشد الماجد تمر أيام، كلمات أنور مشاري ألحان أحمد الهرمي، وخلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطاسان. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. قبل الفاصل سمعنا مع بعض راشد الماجد أغنية تمر أيام. طبعا هذه الأغنية ظهرت عام 2006 أواخر 2006 بصوت الفنان راشد الماجد. كلمات شاعر الإمارات الأول أنور مشاري، ألحان الملحن البحرين المعروف أحمد الهرمي. اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 012-61-61-100. نقول ألو يا غالي. نقول ألو يا غالي. كل عين غير عيني هي تملك، إلا عيني ساكن فيها هنية. كل عود غير عودي ما يضلك، من لهيب القيض يا طلق المحية. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله خير. تذكار من جيزان، حياك الله. أول شيء مساك منورنا صراحة كالعادة، يعني زي القمر، يعني ما يباني إلا بالشهر مرة، أنت زي القمر يعني ما تباني إلا بالأسبوع مرة. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. الله يسعدك. أنا صراحة يعني ودي البرنامج يرجع زي أول، هذا الطلب أطلب أول شيء، وشاكر لك يعني كل اللي تقدمه في البرنامج، يعني كل شيء صراحة روعة. أشكركم بالمرة بالمرة على أغنية راشد الماجد، صراحة روعة. أشكر يعني المخرج عليها، وأتمنى يعني ترجع القوافي زي أول بإذن الله، ونتمنى ذلك. وحنا طبعا نسعى دائما لرضاكم، الله يطول بعمرك. الله يسعدك، أتمنى هذا الشيء. شكرا لك، ربي يسعدك، شكرا لك. ناخذ اتصال بعد نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا غالي، من معانا وين يا عسل؟ ناجي جهني من جدة. ونائم ونائم، حياك الله يا غالي. لا انا سعيد من جيد، طيب كل عام طيب ان شاء الله. وانت طيب وسعيد بسمع صوتك، تفضل وغرد. الله يحفظك، الله يحفظك. خذ الكلام هذا بسيط ان شاء الله يعجبك. يقول اكيد اي شيء يعجبنا منك، تفضل. الله يحفظك. يقول شوف ان رقم المسافه قريبين ما يبعد الخلان طول المسافه، ودامك تواصلني يا ريش العين أعطيك روحي وما عليها حسافة. قالت سلوم الحب حاضر وتكفين، قلت العسل في الماء سهل ارتشافه، صرنا أنا وياه من ألطف اثنين، دون مع التوثيق ملكه وخلافه. الله الله عليك، صح لسانك الغالي، مشاكر لك. وأنا سعيد بالتواصل معك لأن زمان عنك، وبلاش كلمة أستاذ عبد المجيد، لأني إذا قلت أستاذ عبد المجيد يكبر راسي شوي. لا والله والله ابدا مو مجامل، مساك الخير والله. الله الله يطول عمرك، تسلم يا غالي، تسلم. نقول الو يا غالي. نقول الو يا غالي. الو الو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. من معانا مو وين؟ تفضل، الله يسعدك. انا عهد. يا هلا وسهلا اختي عاد، تفضل، الله يسعدك. الله يسعدك، تحياتي لك وللمبدع علي وكل المستمعين. الله يرضى عليك، تفضل. انا عندي كلمات بسيطه حاب اقولها، طبعا ما اعرف السعر حقها بس حلوه. انت شرف فيك، تفضلي. اقول اي والله اني اخافك وامنك، واني احبك من اول الدنيا الى اخرها. قل الزمن يبتعد لا يبعدك عني، وقل المشاوير توقف لا نسافرها،
وانقذني أرجوك من تخميني وظني، تعبت كبر وساويسي وصف أديك مرهق ومضايق ومتعني، واروح ودمع عيني عنك ساترها، ودي علمك بهمومي ولكن أخاف، أخاف علمك فيها وما تنسي، وأنا حياوي وطبعي من صغر سني أفارق الناس قبل أجرى مشاعرهم، أحس بإحساس تعبني وجنني، ليت الأحاسيس تتصور وأصورها، ودي تشوف بعيونك. خلاص استتعب عن شوي. شكرا لك، شكرا لك أختي عادة، ربي يسعدك. ناخذ اتصال بعده صح لسانك، نقول ألو. ألو يا الغالي. ألو. ألو، هل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، من معانا من وين يا عسل؟ يا الله، معك عبد الرحمن المنصوري من جدة. جدة كذا ناس حلوة وبحر، تفضل يا عسل. حبيبي هذا قلب عادي. الله يعافيك. الله يعافيك، تفضل. ممكن طلب أغنية؟ اطلب. حبيبي بس وش جاه راشد الماي. بإذن الله تعالى بعد برنامج ما أصلا شغلها، أبشر بساعتك، لأن عندنا برنامج رياضة بعد البرنامج، فأبشر بساعتك. تامر أمر، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، حياك الله. ناخذ اللي بعد، نقول ألو يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا من وين يا عسل؟ معك نايف من جدة. الله يسلمك. جدة كذا ناس حلوة وبحر، أنا حظي اليوم حلو مع أهل جدة، تفضل يا غالي. أهل جدة إيه، أهلوية كمان حنا يعني، خلاص غير أربعة الحين نحن. أي أنا الظاهر يوم جابوا الأهلي أربعة أهداف بدأت تتصلون علينا، حياك الله، تفضل، ويستهلون الأهلي كل خير. عندي شعر أبغى أقوله، هو حق تفضل. والله ما أعرف اسمه. قول يا حبيبي، تفضل. هو المصري أنا. يقول بس لحظة، بس لحظة يا ما هملني وناوي في غيابك، دامك ناوي الفرقة بقول اللي بقوله، أنت يعني أنت يعني لا نويت تغيب، باقف عند بابك لا وربي، لا وربي تقف الدنيا وأنا تأبى الرجولة، ما تعود تتبع المكفي ولو حضرت جنابك، راح أساها خيرة والدرب لك عرضه وطولة، راح لأجابك مجيب الغيم وترك لي صوابك، رحت حلماً وجيت حلماً يشبه أحلام الطفولة، طاغي تجرح قلوب الناس تحسبها بطولة، يا كثر ما كانت ظنوني دخيل الله تهابك، بس أشذبها وقلوها والقلب وميوله. صح لسانك يا الغالي، وربي يسعدكم وبارك لك مقدما فوز الاهلي. نقول الو يا غالي. لا هلا بالطيب الغالي. الو بدر البدور من جده، تفضلي، ربي يسعدك. يا مرحبا بك، كيف حالك؟ بخير الله يرضى عليك ويطول بعمرك. انت بخير ولين هجت متاخره، بس يلا على خطوط زي كذا. وانت بخير الله يطول بعمرك. الله يسعدك، اشكرك على الغنيه اللي اخذتها قبل شوي حق راشد الماجد انت وعليه. بس طالبه منك طلب كذا تقريبا مره، وقلت بجيبه ولا جبت. من هو اللي حقت شو اسمه ربي دانيا مبارك؟ انا قلت لك استضيفها، سوي لقاء معها. ده ابشري باذن الله تعالى، انا والله على تواصل مع مدير اعمال، لكن باذن الله تعالى مالك الا طيبه خاطر باذن الله. الله يسعدك، انت طبعا اكيد ما حتقصر معنا، الله يعافيك ربي، بس جدا نبغى نحن نشوق اللقاء حقها اللي معك باذن الله تعالى، مالك الا طيبه الخاطر اختي بدر. الله يسعدك، الله يعافيك، تحياتي لك على الاسهل. الله باي. شكرا لك. طبعا شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من ارسل، شكرا لكل من حاول ان يتصل، شكرا لكم بحجم السماء، شاكر لكم متابعتكم، شاكر ايضا لكل من غرد، شكرا لكم بحجم السماء. طبعا وايضا لا انسى شاعرنا ضياء خوجة، شكرا لانه خصص جزء من وقته لعمل مداخله معنا عن انشوده يا مكه من كلمات الشاعر ضياء خوجة والحان الامير سعود بن عبد المجيد واداء فنان عرب محمد عبدو. أخليكم طبعا قبل مودعكم، أخليكم تسمعون قصيدة لسمو الأمير بدر عبد المحسن يقول فيها أحبك لا ترى أول كلامي وآخره كله، وبعدها أخليكم مع أخوي محمد غازي وبرنامج المنصة، ومن المنصة تبدأ القصة. في أمان الله، وتصبحون على ما تتمنون، وتصبحون وأنتم بصحة ورغد من العيش.